ما معنى أن يعرف وزير الأمن بتفاصيل هذا الاتفاق لإدخال الأدوية من تغريدة لمسؤول في حماس، وما تأثير ذلك على الخلافات التي تتسع في الداخل الإسرائيلي؟ تحياتي لكم ولمتابعيكم. يعني عطفا على ما قاله مراسلكم، بالفعل هذه الصفقة بين قوسين تحولت من إنجاز حاول نتنياهو أن يستأثر به لنفسه وأقصى جميع الأطراف. يعني لم يدير هذه العملية بشكل مهني، وأن يأخذ رأي الجهات الأمنية إلى نوع من الفضيحة، فضيحة تعكس طبيعة إدارة العلاقة والقرار في إسرائيل في ظل هذه الحكومة وهذه التركيبة وهذا الكابينيت. هناك حالة عدم ثقة، هناك محاولة من كل طرف أن ينسب إلى نفسه الإنجازات، وأيضا هناك محاولة للتقليل من دور الآخرين. في بداية هذا الأمر وعندما أعلن نتنياهو عن القضية، كان الأمر يصور وكأنه هذا إنجاز نتنياهو هو ورئيس الموساد الذي يتبع لمكتبه بطبيعة الحال. لكن بعد أن اتضحت تفاصيل الصفقة، نتنياهو حاول أن يلقي اللوم على الجيش، يعني حاول أن يلقي المسؤولية على الجيش، وقال أنه هذا إجراء يجب أن يقوم به الجيش وأن يهتم به الجيش وليس هو شخصيا. وجاء رد جانس أن هذا نوع من الاستهتار، وأنه هذه يعني هراء كما وصفه في تغريدة، وأنه على نتنياهو أن يتحمل المسؤولية، أن يبدأ بتحمل المسؤولية. هذا السلوك والتهرب ودائما القاء اللوم على الجيش والمؤسسة الأمنية لا يليق برئيس وزراء في فترة حرب، ومن هنا بدأت تتدحرج الأمور. أنا أعتقد أنه كان بالإمكان فعلا وكان هناك مخاطرة أن توقف كل هذه العملية، لكن يعني واضح أنه الوسطاء لعبوا الدور وتم تجاوز هذه العقبة، لكن أثارها وذيولها على العلاقة بين المستويات السياسية والأمنية وبين نتنياهو وشركائه ستبقى علامة على طبيعة هذه الحكومة وإدارتها وكيف يتصرف نتنياهو. وهذا ما يدعو إلى زيادة عدم الثقة ويبعث على التشاؤم بإمكانية تحقيق إنجاز، وربما هذا يتقاطع مع ما قدمه 170 شخصية أمنية إسرائيلية من رؤساء أجهزة أمنية سابقين، شباك، موساد، أركان وشرطة، بدعوة إلى تغيير نتنياهو، وأن وجود نتنياهو سيمنع تحقيق انتصار. إلى هذه الدرجة وصل الأمر أن استبدال الكيادة أصبح عامل للحصول والوصول للانتصار، وما دون ذلك نتنياهو لن يعني يتمكن من تحقيق أي إنجاز. الليكود يحاول استباق ذلك بدعوة زعيم المعارضة يائير لبيد إلى دخول الحكومة. ما الذي سيدفع لبيد الذي رفض ذلك في بداية الحرب أن يستجيب ويقبل هذه المرة؟ من الصعب جدا، ربما هذه محاولة للمناورة الداخلية، بمعنى أن نتنياهو والليكود يريد أن يقول لسموتريتش وبن غفير أن هناك بدائل لهم وأنه بالإمكان اللجوء إلى آخرين إذا ما بقوا يضعون العصي في الدواليب ويعطلوا كل قرار. هم يعارضون كل قرار، إدخال العمال، تحويل المقاصة، الانتقال إلى المرحلة التالية، نقاش موضوع اليوم التالي للحرب، حتى توزيع القوات وخروج الفرقة انتقدوه ويوجهون لوم يعني دائم لكل إجراءات تتخذ والتي يمكن أن تدفع الأمور إلى الأمام. ولذلك هذا جزء من التلويح لهم وإظهار أنه لدى نتنياهو بدائل. ولنتذكر أنه شرط لبيد هو إقالة سموتريتش وبن غفير كي يدخل الحكومة، هو لم يضع أي مطالب لا وزارات ولا تغيير في البرنامج ولا حتى فيما يتعلق بالحرب، هو يضع شرط أن يزال بن غفير وسموتريتش من كابينيت الحرب ومن الكابينيت العام وإخراجهم من الحكومة. ولذلك يعني يبدو هذه أنها كانت حركة من نتنياهو. لا يمكن لبيد أن ينضم للحكومة في هذه المرحلة وفي ظل الأزمات التي تعيشها وفي ظل بدء تردي العلاقة بينها وبين الإدارة الأمريكية وتوسع الفجوة بينها وبين الشارع. نحن نشهد مظاهرات غير مسبوقة للمعارضة ولأهالي الأسرى، والمطالبات بإقالة نتنياهو تتزايد وترتفع هذه الأصوات. لذلك ليس من مصلحة لبيد أن ينضم إلى مثل هذه الحكومة إلا في حال أنه كان مؤثر وضمن خروج الآخرين.